رفعت الراية اندفاع لهذه الأسماء الخمسة عشر رأسا المتنافسة في الشوط الثالث، تكافؤ من 59 إلى 75 مسافة 1600 متر، مفخرة وطن اندفاع إلى الصدارة والمركز الأول برفقة مشرهبة في مطاردة في المركز الثاني، وكذلك محاولات بقية الأسماء في هذه الانطلاقة. هنا مفخرة وطن ومشرهبة يبدأان الصعود الآن إلى الصدارة، نور العليا أيضا تحاول القدوم لمركز متقدم مع محاولات من الخارج لبقية الأسماء، أيضا صاب يحاول القدوم إلى مركز متقدم، فيما مشارهبة تتصدر في هذه الأثناء إلى الصدارة. مشارهبة برفقة فراس سنيتان مفخرة وطن مركز الثاني، هنالك قدوم النجم الحاضر، هنا يبدأ النجم الحاضر مع قدوم صاب ومفخرة وطن المركز الثاني، هنا تقدم النجم الحاضر يحضر لانتزاع الصدارة الآن من زميله ويتقدم للصدارة والمركز الأول مع الاقتراب من المنعطف الأخير. هنالك وصول لأسماء من الخارج يشكر، وكذلك محاولات عودة مفخرة وطن. هنا النجم الحاضر يتقدم للصدارة، هنا قدوم ومحاولات أصاب، هنا القادم يشكر يبدأ في الظهور، هنا مباغتات من منتوقة الجيد للسياج، هنا التنافس يشتد، هنا يشكر، هنا تقدم زمار للانقضاض والانهمار. زمار ينهمر يتقدم ينتزع الصدارة، زمار بن فروزن باور يحضر مشاهدينا الكرام ويحقق الانتصار. ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. زمار انهمر مشاهدينا الكرام في هذا النهار وحقق الانتصار. ألف مبروك لي اسمه الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، لمدرب عبد الله مشرف الخيل احمد الشرار ايضا هو الذي قاد زمار لهذا الانتصار المصنف 72 والانتصار الثاني دقيقه 48.